ليس بصحيح ولا مقبول. إذا أضفت إلى هذا أن كما ذكر الجزائري في الأنوار، أنا خرجت على الموضوع معلش، لا 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 تفضل تفضل. ذكر الجزائري في الأنوار أنه علي يقول أو النبي يقول لعلي فضلت علي بثلاث، عندك فاطمة وليس عندي مثلها، وعندك الحسن والحسين ليس عندي مثلهما، وعندك شجاعة لم أوت مثلها. نعم. علي له شجاعة ليست عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مصيبة. طعن طيح في النبي مصيبة. صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا كله نعم. أقول عن صرف هذه الآية عن ظاهرها إلى علي هذا لا يقبل أبدا. وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم.